السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. سوف أقدم إليكم اليوم تفسير رؤية زوجة الأب في المنام. أولا، ما معنى رؤية زوجة الأب في منام الرجل؟ إذا حلم الرجل بزوجة أبيه وكانت تطلب منه شيئا، دل ذلك على أنها تطلب الدعاء والصدقة إذا كانت ميتة. أما إذا كانت على قيد الحياة وأعطته نقود، دل ذلك على سعة في رزقه وعمله. وإن أهدته خاتم في الحلم، دل ذلك على زواجه قريبا إن كان أعزبا، والزوجة ستكون من جهة زوجة الأب. تفسير رؤية زوجة الأب في المنام للعزباء. إذا حلمت العزباء أن زوجة أبيها تعطيها فستان، دل على وجود شخص سوف يتقدم لخطبتها ويكون عن طريق زوجة أبيها. وإن كانت زوجة أبيها تضربها بشدة في الحلم، دل ذلك على مشاكل سوف تحدث بينها وبين زوجة أبيها. تفسير رؤية زوجة الأب في منام المرأة الحامل. إذا حلمت حامل أن زوجة أبيها تعطيها فستان، دل ذلك على أنها تلد مولود ويكون ذكر، والله أعلم. تفسير رؤية زوجة الأب في المنام للمرأة المتزوجة. إذا حلمت المرأة المتزوجة أن زوجة أبيها كانت تهديها شيئا ما، دل ذلك على خير إن شاء الله لها. وإذا جاءت وهي متعبة ومنهكة، دل ذلك أن حياتها مستقرة وسعيدة مع زوجها. وإن كانت زوجة الأب تقوم برش الماء في بيت الزوجة في المنام، دل ذلك على أن البيت مصاب بالحسد. فزوجة الأب في المنام بشكل عام تدل على الخير في حالة كانت تعطي هدايا أو نقود للرأي، فالهدية تعني الحب والمودة، والنقود تدل على سعة الرزق. تفسير رؤية مداعبة زوجة أبي في المنام. تشير مداعبة زوجة الأب في المنام إلى تخلص صاحب الرؤية قريبا من المشاكل الذي أقحم نفسه بها، وأنه سيتخذ خطوات جدية كبيرة، وسيبذل مجهودات كبيرة، وسيترقى بنفسه إلى أعلى الأماكن، وأنه يؤسس شركة وعلاقة محبة وود مع بعض الأشخاص. وربما تكون هذه الرؤية هي مدخل من مداخل الشيطان، فعليك الحذر حتى لا تقع في شراكه. وإلى هنا تنتهي حلقتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.